عندك فيروز يا عم؟ في فيروز حبيتك بالصيف، فيروز نسم علينا الهوى. هوى ايه؟ مفيش فيروز اناناس؟ لا مفيش. طب في عندك تشيري؟ سباتس. حسن شحاته هيفسحكم النهارده. الاهلي هو اللي هيكسب النهارده ان شاء الله، وعلى رهان. حسن شحاته هيفسحهم ازاي؟ هو الاهلي هيلعب المنتخب؟ لا بقى كباتن، ايدكوا بقى على الحساب عشان نقفل ونروح الاستاد. اتفضل. ايه ده؟ جايبينها من بنك الحظ ولا رسمينها في حصه الرسمه؟ روح امك انت وهو. روح ام مين؟ يلا يا اوعى ايدك، انت مجنون ولا ايه؟ قول يا سمير. ايه انت مجنون؟ ما عادش فك، اقول ما عادش فك. هات بقى 20 يا شهير. اخلص 5 ما اسمعش صوت حد فيكم. هات. مظبوطين دول؟ مظبوطين ان شاء الله. هوبا يا سمير، اكيد اشتغلنا يعني البلد كلها بتشتغلنا يا شهير. ايه ده؟ بص اليافطه اللي هناك دي. يا نهار اسود. اتفضل. احمد زكي ويونس شلبي في العيال كبرت. وريني ام المزامة الزفت دي عشان اشم ريحه البيانولا في كل اللي بيحصل لنا ده. ليه يا سمير؟ قلت لك يا سمير دي حبيبي تقرا اخر صفحه. التطبيق العلمي للجهاز يمكن ان يسافر عبر كل الحواجز الزمنيه معتمدا على الشحنه الكهرومغناطيسيه الموجوده بداخل شحن جهاز. عارف ده معناه ايه؟ ولا شكلنا اتشلحنا. مش جايز نكون بنحلم؟ ثلاثه بنحلم سوا؟ قول له. تعال تعال اديني المص اليوم. نعم. اديني اي حاجه، انت هتصاحبني. هو ده جورنال النهارده؟ ايوه يا باشا. يعني التاريخ ده تاريخ النهارده؟ ايوه يا عم. هتاخده ولا مش هتاخده؟ لا هو كده اوريدي كلنا اخدناه يا جماعه. اكيد اخدناه. طبعا طبعا. يوه الموبايل كمان ما فيهوش نتورك، يعني مش عارف اكلم حد يجي يطلعنا من هنا. بهير تعالى يا بهير. طلعنا منين يا حبيبي؟ احنا مش ممسوكين في اسم. فوق فوق. بس يا جدعان بس. فرجت والله العظيم فرجت عربيتي. العربيه دي حضرات مليانه انبهارات ومفاجآت. اول انبهار الفتيس ده فيه اربع سرعات. اول تاني تالت رابع مرشدين. بسم الله ما شاء الله، رائعه ومبهره فعلا. ناخد الانبهار التاني. الخطين دول يا حضرات مش زينه. انت حضرتك بتبقى ماشي في الشارع بتلاقي في خط ابيض في النص عشان يحدد لك الطريق. في بعض الشوارع ما فيهاش خط ابيض، الخطين دول بيحددوا لك الطريق. انا انبهرت، انا بهير نفسي انبهرت. اولا انا بكلم اخواتي طبعا. العربيه دي يا جماعه اول مره ينزل فيها ولاعه جوه التابلو. بص حد هيسالني من حضراتكم بقى، افرض انا ما بدخنش. انا فعلا كنت لسه هسالك نفس السؤال. وانا تلميذ انا بحس بسهوله. نفترض في يوم من الايام واحد صاحبك فاسد ركب معاك العربيه وعايز يدخن، مش وارد؟ وارد طبعا. يدخن ولا ما يدخنش؟ يدخن يا معلم. خد الاخيره دي بقى. عندك العربيه يا ريس. احنا خلاص خدنا العربيه، ممكن بس نقعد جوه نجربها كده؟ براحتك براحتك، خد راحتك. اذنك ولعها مكانها ونبغى. ركبتوا؟ هركب. عامل لكم مفاجأة بقى، قلت مش هقول لكم عليها لما تركبوا. بص حضراتكم على المرايه اللي قدامكم دي. مالها؟ بصوا اتجاه المرايه هتلاقي اللي ورا انت شايفه. ايه ده؟ ازاي ده؟ طب تسمح لي بس تقف انت ورا عشان اشوفك. اهو. مين ده؟ صاحب المعرض. ما كدبتش عليك؟ لا خليك زي ما انت بقى. اهو. انا هجرب. ها؟ براحتك. يا جماعه ما كانش ليها اي لازمه يعني نصرف بقيه ال 20 جنيه كلها على الهدوم. 20 جنيه ايه يا ابني؟ ما قلت لك فرجت، العربيه دي هنقضي بيها مشاورنا ويوم ما هنتزنق هنفككها ونبيعها خرده. هو انتوا خلاص قررتوا ان احنا هنعيش في السبعينات؟ لازم نحط كل الاحتمالات لحد ما نقابل دكتور بصير ونشوف ساعتها بقى هيعرف يرجعنا تاني ولا لا. جزء اغبياء، انتوا الاثنين جزء اغبياء. عمالين تتكلموا في اي عبط وفي مصيبه انتوا مش واخدين بالكم منها. ايه؟ ايش ضمانكم الدكتور ده عايش ولا ميت؟
بهير يا حبيبي احنا رجعنا ورا مش طلعنا قدام. كل انت ترمس سمير سيبك من موضوع دكتور بصير ده، احنا هنطلع لابونا هو اللي هيحل لنا المشكله دي. ابوك اللي مش طايقك في الالفينات هيطيقك ويقبلك في السبعينات؟